help us there. And those God, yeah, that's it. That's it. Abbas and Stadi. I can still take him. Abbas and Stadi. بعدين راح تصحى بعدين نتيجة رجعت محاضرة مع سيد الوزير بالست طلعت سيدة مختصرة بما ساعة شو كنت تشتغل السنجل وشو تشتغل مرتبة هاي تري واحد السنة بايتر اشتغل مرتبة هكذا بوستر التوث نان بايتر لازم ملتقى التوث بايتر سواء الكوبايتس سواء يعني نان بايتر بالبداية ما تو نهاية بايتر كل انت سنجل اوكي طبعا شوفوا شو اختلاف التوصيل يعني عندي يعني هذا الكلام الوحدة لكن 3 اور 4 كلام هذا الاختلاف بس حتى سوى الريجيشن اكثر من مره من نان بايتر صح؟ تفضل يعني فكره مثلا كوميونيكيشن يعني ثقل سوي هيك هاي منهم متقلصة صحيح؟ ثلاث دقائق وراها تبدي تموتش زين انت فاتحة حلقك تذكر فين كم مصل عم تفتح الحلق؟ أكثر من 60 مصل عم تفتح الحلق واللي هي أكثر قواي من السدة لهذا احنا من نضحك أن المصل كوما تشتغل فمداهدع تخيل تجي هسه فتحي كل يوم جاب يعمل بيت هسه يجوز تنحب جينا كمشي ساعة ابدي ساعة او فتحي عليك حتى كمشي هاي ما تجي الاسبوع الجاي يقول لي ليش قدرتي تبقين انت نفسيا ايش اذا وصلت الى خمسة انت ممتازة تعرفين ليش بيش فات حاجة؟ لأن دي باو العين الحمراء احنا واقفين فوق راسه بس يصير أهلا ست خطر الطريش لكن هذا من يرجع بينهم شو يصير عندنا؟ إذا رب العالمين يحبه وما صار عنده تي ام جي فالعضلات ما تشبيه كلها متخلصة شايفة لعب الطاولة من تتخلص عضلاته شلون ينزل قاعد يتلوى ما راح يتلوى من منو؟ هذا غير ممكن يعني عبد البشر واحد من الاطباء يقول لما حطيت الصوديوم هايبوكلورايد روح اشرب قهوه انت وهذا من النعال اللي قاعد شنو؟ مطي لما حاط لك كلوروكسيدين وانا اروح اشرب قهوه يعني
يعني شوف وين بين وصلت لمرحلة بأنه من ضحالة الناس يعني. يعني تتعامل بشكل انت. ما يصير. عمود استخدمه صوديوم كلوريد، عمود انقض سنه فوق القارة ادفع خيار ودلنا فلوس وانا فات حقي نص ساعة. هو ده يشرب لي قهوة. فالفانكشن مال الانتراكرانال ميديكامنت اول شيء ديسنفكشن للكرانس، ريديوس كميه البكتيريا اللي موجوده تقللها، البوست تريتمنت بين اللي هو دائما ورا البلد اكستربيشن او البريبريشن. شو يسوي البيشن عنده بالليل؟ يوجع يسوي. ليش؟ لانه اكو دبريس عبر البرايفيكال اريا فحيشعر بهذا الوجع. واخر شيء عندنا الويبن كرانس، هسه نشرح شنو الويبن كرانس. المتعارف كنا نستخدمه لسنين طويلة. أول واحد هو CMCP. CMCP شلون كنا نستخدمه؟ كنا نحط قطناية شوية نحط بيها CMCP ونحطها inside the pulp chamber. شلون تشتغل؟ تشتغل بالفيبر، يعني الريحة مال CMCP inside the canal، الإيفابوريشن مالتها يقتل البكتيريا. هذا اللي كان معروف. هذا وين اللي كان معروف يستخدم CMCP. هذا بالنسبة للCMCP. نفس الحالة بالنسبة للTriprizole formalin. ما عندك CMCP تستخدم شكو Triprizole formalin. نفس الفكرة للTriprizole formalin. هم ناخذ من القبض شوي هنا بالقطناية وخليها بالبرم شبر حطيها. هم تشتغل على أساس البيبر. على اساس البيبر، اوكي؟ هذول اثنيناتهم تقوم بالزبد. كارسينوجينيك؟ اوكي؟ مو كارسينوجينيك، شافوا بعد انه تحط ما تحط ماكو اختلاف. ماكو اختلاف. اذا الافكت مالتها لانه هي ما تشتغل على البيبر ومع الخير يعني لوجيكلي غير ممكن. مخلوبين. اوكي؟ لوجيكلي غير ممكن. فهذول الاثنين تقوم بالشعر. شو استخدم؟ مثلا نجيب الشعر مالك. الكالسيوم هيدروكسيد اللي هو معروف عندنا شنو؟ الدايكر، مو صحيح؟ الدايكر. لكن هذا المقصود مو الدايكر، هذا المقصود يجي سرنجة بست. هذا السرنجة بست، مثل هذا اللي هو موجود. هذا السرنجة بست استخدامها وين؟ أول نقطة لازم نسألها. شنو الكاركترستيك فيتشر مال الكالسيوم هيدروكسيد اللي هو الدايكال؟ اهم نقطه شنو pH؟ pH العالي، لان pH مالته الكالاين. pH مالته شنو؟ الكالاين. البكتيريا شو تريد؟ تريد حوض مال حموضه. عكس فكر. بالحموضه تنتعش. شو وقت ما جتي قاعده اللي هو الالكالاين حتقتلها. شو يصير؟ تقتل وياي زين. بعض الكنال مسوي فرمنتيشن بسبب وجود البريابيكال ليجن. كل ما تريد تنشفها تلقاها شنو؟ وات. سويت الريجيشن تنشفها واحد اثنين تنشف تبقى دقيقتين تحط بيبر بايك تلقاها وات. هاي شو يسموها ويبن كنال. ويبن بالعربي يعني شنو؟ كلمة ويبن شنو بالعربي؟ ها؟ تنوح. نائحة يعني تظل الدمع. تظل الدمع. ف
فيعني معناتها الظل وابس الكلام. الويبين كلام معناتها there is a bacteria inside the canal. شي شي نسوي أجيب هذا اللي هو البست. طبعا هذا البست ما يصير ست، هو ننسيتين، هو ننسل يعني هو طول وقته بده يبقى بست الزرقة inside the canal. شي حيسوي من ينزل inside the canal شكو بكتيريا inside the canal شي حيسوي لها؟ لأن قلنا قاعدي يوصل القاعدة المادة إلى 12.3 القوة القاعدة المادة 12.3 يعني قاعدي كلش كلش قاعدة. بكتيريا قاعدة من وين كانت تعيش؟ حامل بالحامل فرأسها حتموت. فشغل هذا الصوديوم الكالسيوم هيدروكسيد فقط لهذه الشغلة. حتقول لي بأنه أستخدمه فريكوينتلي يعني بال... لا لا للويبينج كانال فقط للويبينج كانال فقط اوكي. هذا بالنسبه للكالسيوم هيدروكسيد. زين انت روحت لنا سي ام سي بي روحت لنا الترايك ريزولف فورميشن استخدم بتوين ذا ديس. قبل 7 سنين من كنا يعني في مؤتمر الموشن شفنا شركه بي دي كان عندهم منتج اسمه الاندوستور. الاندوستور هذا المنتج شفت على كيف الشركة شو حولي عليه بكلهم فيهم يعني شركة حماد اللي هي منتجة مالتها. هذا شو يشتغل؟ يشتغل تربل ثلاث شغلات في نفس الوقت. يشتغل ثلاث شغلات في نفس الوقت. الشغلة الأولى بكتيريا سايدر يقتل البكتيريا. الشغلة الثانية سيداتيف. الشغلة الثالثة أنتي إنفلاماتوري. زين انت البيشنت نسويت لبابلك استرفيشن او سويت لسكومنتيشن طلع من يمك لماذا حيشعر الوجع؟ من وراء البريبريشن اذا عنده بكتيريا معناتها حيصير عنده انفكشن حيصير وجع. قطع العصب ايش حيصير وراء؟ مثل الجلد ايش حيصير وراء قطع العصب؟ يصير وجع بيحتاج سيديشن. وياك اذا عبرت التبريز او عبرت الريجيشن للبراتيكال اريا ايش حيصير عند البيشنت؟ حيصير انفلاميشن حيصير بين. وياك زين هذا ايش فيه؟ في ثلاث شغلات. في كامفر كلوروفينول حيقتل حيشتغل شنو؟ بكتيريوسايدر. السايمول حيشتغل سيديشن. ديكساميثازول اللي هي جماعة الستيرويد حيشتغل أنتي إنفلاماتر. هذا شلون يشتغل إنسايد ذا كانال؟ طبعا هو مثل البطل مثل الترايكيزول بالضبط. هذا البطل شلون الابليكيشن مالته همين قطن؟ هذا شلون أخليه؟ أجيب ورا ما أنشف الكانال خلصت البيشنت بريبريشن لازم بين يعني نضرب الفيزيس اوكي سواء كان ورا الفيرست فيزيت استرفيشن او كان ورا البريبريشن. افتحه ورا ما نشفت الكلام فاتح حلقه المريض بيبر بوينت زين بيبر بوينت بنفس قياس الكلام ادخلها هنا لانه هو محلول احطها بالكلام مرتين الى ثلاثه مرتين الى ثلاثه تنترس الكلام. يعني هذا الشغل مالته مو بالبيبر بالكونتاكت لانه حيبقى هذا المحلول في داخل القرط. هذا احتيالي حيضخ البريمتال اريا لان سوليوشن بقى وين؟ انسايد ذا كانال. حتقولي مو الابر يجوز لا هو الخاصه الشعريه حتخليه يطلع خاصه الشعريه خليه يطلع من الابيكال فورام. ايش حيسوي؟ شكو بكتيريا انسايد ذا كانال لانه هو متروسه خلال الوقت كلي ده حيقتلها بسبب وجود هاي المواد. حيسوي لك قطع العصب حيسوي لك سيديشن ما حيوجع البيشنت نهائيا. لو كان عامر عندك للبريكتال اريا حيشتغل الانتي انفلاماتوري.
فشي سحري يعني فعلا فشي سحري يعني تعرف شنو هذا من كنا نستخدمه نسينا فشي عند بوصل رد في بين بالضبط نهائيا نهائيا بس الابلكيشن مالته ها قبل الاكل بثلاث ساعات او ورا الاكل بساعه يعني مو هو بين الميكرو وتبر هذا اسمه صار وتبر يعني تستخدمي في كل زياره بس ما صار بس انه هو يتكلم كل زياره سواء زياره الاولى او الزياره الثانيه تستخدمي between the visits. انسي بعد السي ان سي بي وبعد لا غير تزال يكون تحطوا بين نزول بعد ما تزال سوي سوي شعب القعدين بعدين شو اسمه؟ شنو هاي الاشياء؟ شنو هاي الاشياء؟ قصدي يعني قبل وتبرد الشغل حتى إذا تريد تحط يدي على عمود يقوم بس بس لا ما نقوم زين عليه تريد إذا يقوم جنت شو تسوي بتوين تفز أو إذا ما عندك سؤال كذا سي إم سي بي مو صحيح خوش إذا سمع بالسي إم سي بي نفس الشيء بدون بعد ما يشتغل السي إم سي بي طايق كذا خليها طريقة تخليه شلون ممكن البيبر بوينت انسان ذكرى اللي حتى تدرس في المحلول نفسه هم شو يقولون الشركة يستخدمون بايبت خاصة بي يعني سحاحة خاصة احنا هاي سحاحة ما موجودة للعب فنستخدم البيبر بوينت ندرس الكلام زين دكتور طبعا بالقطناية بتعني نحطيها في كل اول دكتور نيدل مثلا نخليش لا صعب لانه هي دروب واحده تدرس الكلام كله مستحيل حتى من حيث تدرس حاجه فيه هو يعني شويه كوست فالبيبر بوينت كلش اسلم هذا يعني قبل النوم بالويك الكلام في وجه المحلول الموجود من سايد الكاميرا اللي هو الاندستري
بالبيبر بعدين سوي الاكتوريشن عادي. طبعا هذا لا يتفاعل نهائيا ويا السيلر ولا يتفاعل ويا الكتابات، فتنشفه وبعدين تخليه. اوكي هذا بالنسبه للسنجل. بس اكو سؤال؟ بس يعني اللي نستنتج انه هذا نستخدم كمية ديكمنت هو الجسم، بس بالويبنج كنال نستخدمه بالنا سيتنج هو الركبه. هذا جاء اول قبل 7 سنين يعني ورا الملحه يلا جابوا 100 قطعه فبديت احكي على الاندوسكوب كل شيء حتى بالمؤتمرات وبس الدورات يعني. هسه قد ايش يكون بالوجبه الواحده؟ كم وديه ايش انا اشوفها؟ كيف تتوقع؟ 10,000 بكل وجبه. من غير هو الاستخدام صار هو الاستخدام. 10,000 على كل وجبه. دينار؟ اوكي. اكو سؤال عادي؟ اوكي. هسه تفضلوا نرتاح شويه.